مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بالفيديو التعليمي الثالث اللي راح نتعلم فيه كيف نتعامل مع موقع الفيرتشوال، كيف نسجل فيه، كيف نحجز رحلاتنا، وكيف بالتعاون مع برنامج الأكارس نقدر إنه نحن نسجل رحلاتنا ونقدمها للفيرتشوال السوري بحيث إنه تنحسب لنا ضمن ساعات الطيران. بالبداية راح نفوت على موقع الفيرتشوال السوري اللي حتكون هو عبارة عن موقع على الانترنت. طبعا هو منفصل او ما منفصل، هو غير موقع الايباب، هو موقع خاص بالديفيجن السوري تبعك اللي انت مسجل فيه واللي رح تنفذ رحلاتك وطيرانك عن طريقه وعن طريق برنامج رحلاته. تدخل على هذا الموقع اللي هو syr-va.org. لما تدخل عليه انت حتلاقي هون مجموعة خيارات موجودة. اول خيار عندك طبعا حيكون كطيار جديد انك انت تسجل، حتدخل على create account. هلا بال create account هون بتدخل اسمك، بتدخل last name، الايميل ادريس تبعك، تختار طيران. هلا انت فعليا كطيار الطيران السوري بتختار السيريان اير. في عندك فلاي داماس، في عندك الهيستوريك اللي هو رحلات القديمه والطيارات القديمه الموجوده بالفليت السوري، في عندك شام وينج، وفي عندك الكارغو، وفي عندك سيرين اير. طبعا حتختار سيرين اير. هلا الهب تبعك هو عباره عن المطار الرئيسي تبع نفسه اللي سجلت فيه بالايباو، فانت سجلت هنيك دمشق حيكون هون دمشق مره ثانيه. هلا اللوكيشن هو البلد اللي انت موجود فيه حاليا، يعني ممكن يكون سوريا، ممكن يكون الامارات، ممكن يكون اي دوله ثانيه بتختارها. بتعمل باسورد جديد لإلك وبتعمل اعاده ادخال له مره ثانيه. هون بتحط الايفاو اي دي تبعك. لما سجلت بالايفاو اجاك ايميل فيه الاي دي، في اي دي بيسموه، بتدخله هون. عباره عن 6 ارقام بيكونوا موجودين، بتدخله هون وبتكبس على اي ام نوت ا روبوت عشان يتاكد من انك انت مش روبوت او شيء، وبتعطيه ريجستر. هلا لما بتعطيه ريجستر انت بيوصلك ايميل فيه لينك، فيه رابط صغير بتكبس عليه، بتدخل بتدخل باسورد جديده وبتكون سجلت. بعد ما طبعا بياخذ الموضوع حوالي 24 ساعة. يفضل انك انت تبلغ الاداريين الموجودين بالديفيجن انك انت سجلت مشان يفعلوا لك اياه باسرع وقت ممكن، بس عادة ما بياخذ اكثر من 24 ساعة. بعد ما تسجل ويوصلك كل شيء تقدر تكون انت جاهز انك تسجل بالفيرتشوال السوري، تعمل ساين ان يعني. فبتدخل على ساين ان، هتلاقي انت الايميل ادريس تبعك والباسورد اللي اخترته، بتعطيه ريمبر مي مشان ما تضطر تدخلها كل مره، وبتعطيه لوج ان. هلا انت سجلت ودخلت على الموقع، هتلاقي هون ترحيب باسمك عشان تعرف حالك انك انت مسجل. الخيارات الموجوده فوق عباره عن كثير شغلات ممكن تلزمك كطيار. هون طبعا بتاخذك على الصفحه الرئيسيه اللي هي هاي اللي انت فيها هلا، اللي هي هاي. تمام؟ ما فيها شيء كثير شغلات، فيها بس الشعارات الموجوده، فيها الخريطه العالميه اللي بتبين فيها الرحلات الموجوده عندك. اي حدا بتكبس عليه، طبعا هو الطيران السوري بس، اي حدا بورجيك انت الرحلات اللي عم تطلعها، بورجيك مين رايح لوين الى اخره. مثل ما شايف عندك هلا رحلتين موجودين مثلا حاليا، هي رحله منهم وهي الرحله الثانيه. حيطلع عندك انه طارئ زياده مثلا من الطيران كذا وكذا، بيعطيك معلومات عنه. هون عندك انت الاونلاين ممبرز الموجودين، عندك طيار واحد مثلا، عندك الاداريين، عندك الشام وينجز، عندك الهيستوريكال الى اخره. تيم سبيك هو البرنامج المرتبط مع الطيران، وبورجيك مين الناس الموجوده حاليا. ما انا قادر اعمل كونكت على السيرفر، لكن عاده بورجيك حتى مين الناس الموجوده بالغرف الخاصه بالطيران السوري. ريسنت ريبورتس هو اخر 5 ريبورتات تقدمت او اخر 5 رحلات تنفذت، بيعطيك رقم الريبورت وبيعطيك رقم الطيار واسمه، تلاقي هون المعلومات موجوده. النيوست بايلوت هن الناس الجديده اللي مسجله معانا، اخر 5 اشخاص سجلوا معانا. اليوزرز اونلاين حتلاقي انه انت عندك 1 يوزر و99 جيست اونلاين في اخر 20 دقيقه، اليوزر طبعا هو الطيار اللي عم يعمل الرحله هلا. Pilot of the month هو طيار الشهر اللي هو جاب أكثر عدد من الرحلات، أكثر عدد من الساعات، وأكثر عدد من الأميال قطع. مثل الشهر مثلا الماضي كان الكابتن بهاء، كل شهر بتتغير حسب الريكورد اللي بيصير عندنا. Destination of the month هو أكثر مكان أو أكثر مطار نفذ له رحلات،
مطار الماضي مثلا كان هو عباره عن مطار اثينا لانه كان عندنا ايفنت بتذكر، فبتسجل هون هو ك يعني هو عباره عن ريكورد ما اكثر. هلا هون بتلاقي انت الرحلات اللي موجوده حاليا، مثل عندك اخر 4 أو 5 رحلات موجوده، مثل عندك هون الرحلات، حتلاقي مثلا الرحله، حتلاقي رقم الرحله تبعها الديبارتشر والارايفل الى اخره، والوضع تبعها انه هي ارايف ديسندينج كلايمبينج الى اخره بوردينج احيانا كمان. فهي الصفحه هذا اللي بتستفيد منه بهي الصفحه انت، حتلاقي انت انه مجموع الطيارين عندك 131 طيار، 472 رحله مثلا تنفذت، 66 طياره موجود عندك تنفذ فيها، وتوتال فلايت 12941 منذ بدايه الديفيجن. في عندك صور حلوه كثير هون للطيران السوري تمام، ممكن تستمتع فيها اذا حبيت. هلا القسم المهم هو الاوبريشنز. الاوبريشنز في عندك انت شيء اسمه البايلوت سنتر، فيك تدخله من هون كمان لو حبيت. البايلوت سنتر هو صفحتك الخاصه انت على فيرتشوال سوريا. حتدخل لهون حتلاقي انت معلومات خاصه عنك، البايلوت اي دي تبعك اللي هو هذا. هلا البايلوت اي دي تبعك هو مختلف عن الفي اي دي، البايلوت اي دي هو رقمك بالديفيجن السوري، الفي اي دي هو رقمك بمنظمه الايفا مشان ما يكون في اي خلط بيناتهم. الرانك اللي هو الرتبه تبعتك كوميرشال كابتن مثلا، توتال فلايت انت عامل 131 رحله، 1402 ساعه طيران، طبعا التوتال ترانسفير اور والموني عباره عن ملحقات ما كثير بتهمك يعني، بس عم يقول لك انه انت الرحله اللي نفذتها قديش جبت فيها مصاري للشركه وكذا، هذا عباره عن ريكورد عادي ما في شيء. عم يقول لك انه عندك 797 ساعه طيران لحتى تترقى للتشيك بايلوت اللي هو الرتبه اللي بعد الكوميرشال كابتن. هلا تحت في عندك انت البي ار اب ليست، البي ار اب ليست هو البي ار اب هو عباره عن الريبورت اللي قدمته انت لما بتخلص رحلتك تمام؟ فحتشوف هنا انت الاحوال الموجوده عندك، انا مقدم رحله مثلا من موسكو لدمشق امبارح، هي توقيت طيرانات، اي ساعه تقدمت، هي بحاله ابروفال بيندينج هلا انه لسه ما شافوها الاداريين وما وافقوا عليها او رفضوها تمام؟ فيك تضيف عليها تعليق لو حبيت، تعمل تعديل عليها، طبعا التعديل ما فيك تساوي تعديل عليها لانه انت بالاساس قدمتها وخلصت. لو حابب تفوت على الرحله مثلا بكل بساطه بتكبس عليها، حتشوف تفاصيل رحلتك كامله كلياتها، حتعرف كل شيء صاير عندك، حتشوف التفصيل تبع رحلتك شو هو كان، وبالنهايه هون حتلاقي شغلتين مهمين اللي هن التاتش داون ات 171 اف بي ام اللي هي اللاندنج ريت تبعك تمام. اللاندنج ريت تبعك هون خليني اعطيك وحده ريجكتد من رحلاتي، هاي الرحلة اللي ريجكتد مثلا، هاي الرحلة المطار من دبي لدمشق كانت، نوع الطيارة، وقت الرحلة اللي أخذوا، هذا الروت تبعي كان ستاتس ريجكتد. ليش ريجكتد؟ ريجكتد لأنه أنت عندك هون تسجيل كامل لرحلتك من البداية، اللحظة اللي بتبلش فيها المحركات، لاحظ انجن 1 اون، انجن 2 اون، بيسجل لك كل تصرفاتك مع الطيارة، البوش باك إلى آخره، الطيران الكلامبينج. هلا لاحظ هون أن التاتش داون تبعي أعطاني 640. هلا 640 يعتبر هارد لاندنج، وهذا السبب اللي ارتبطت فيه الرحله تبعيتي. الماكسيموم اللي بنسمح لك فيه هو 600، فوق ال 600 فورا بترفض رحلتك تمام. بدك تنتبه على موضوع اللاندنج. هلا اللاندنج ريت هو عباره عن شيء بيسالوا عنه كل الطيارين، كيف ممكن نحقق لاندنج ريت ممتاز. اللاندنج ريت بالنهايه بيعتمد على سرعتك النهائيه بالهبوط، على اختيارك الصح للمدرج، على سرعه الابروتش تبعيتك، كلياته بيلعب دور، بس بالنهايه ما فيك كثير تتحكم فيه. لانه انا بهي الرحله مثلا كان اللاندنج تبعي جدا سموث، والتاتش داون تبعي كان جدا سموث، بس ما قدرت اتحكم بهذا الموضوع، فللاسف انه ارتبطت الرحله. طبعا الرحله المرفوضه لا زالت تسجل بالريكورد تبعك، لكن الستاتس تبعها انه هي ارتبطت بس ما اكثر. مثل ما انك لاحظ بيعطيك التوقيت وبيعطيك النهايه والتاكسي للجيت لاخر لحظه. هلا لاحظ الكومنت هون الموجود هارد لاندنج، في حال انت ارتفضت رحلتك رح تلاقي كومنت من الستاف اللي رفض لك اياها وبيقول لك سبب رفضك للرحله انه هارد لاندنج. هون فيك تتابع الروت تبعك من وين لوين راح الطياره وكذا الى اخره. فيك تشوف انت بالصفحه اللي حكينا عنها اللي هي البايلوت سنتر، فيك تشوف عندك هون انت الرحلات اللي
لساتها ابروفال بيندينج، الرحلات اللي انقبلت والرحلات اللي ارتفضت فيك ترجع للريكورد تبعك كلياته ضمن الفيرتشوال من اول رحله عملتها وحتى النهايه. هاي بالنسبه للبايلوت انفورميشن. هلا في عندك شيء مهم كثير هون على اليمين باللينكس هو الفيو داونلودز، فيك تنزل صبغات للسوريه، طبعا انتبه لنوع الطياره عم تنزلها، مثل هون مثلا هاي صبغه ال 320 للويلكو، وحتلاقي تحت كم مره تنزلت الطياره والى اخره. بعدين حتلاقي انت عندك السيرن ايربورت سيناري، باعتبار احنا لغينا موقع التحميل فحطيناهم كلياتهم ضمن الفيرتشوال، فحتلاقي انت انه هون مثلا هاد دماسكوس انترناشونال للفلايت سيموليتر 9 للاف اس اكس مثلا، وحتلاقي كل المطارات حلب واللاذقيه موجودين وميجا سيرين ايربورت سيناري اول ان وان، حتلاقي فيه كل الطيارات كمان كل المطارات عفوا. تمام، فهون للي بيسال انه كيف انا وين ممكن الاقي المطارات السوريه، حتلاقيها هون، طبعا هي مجانيه 100%، مجرد انك تسجل في معنا فانت صفيت من حقك انك تحمل المطارات. تمام، هي الداونلودز. هل عندك خلي لنا بوك فلايت اجنب لانه هي شغل لحاله. ماي بي ريبس هي نفسها الشيء اللي شفناه تحت موجود، الرحلات اللي قدمتها انت وحالتها. ماي فلايت بيدز، هلا ماي فلايت بيدز انت لما بتكون حاجز رحله فحتظهر عندك هون، احنا حنعمل تجربه بعد شوي بحجز رحله، حتظهر عندك تحت موجوده هون، وكيف بتفعلها بعدين عن طريق الكارس هذا الشيء رح نحكي عنه. ماي بايلوت بادج هي شارتك او البادج تبعك عندنا، حتكون فيها معلومات خاصه بعدد رحلاتك مثلا والرتبه تبعيتك الى اخره. طبعا اديت بروفايل شيء واضح جدا، تدخل بتعدل المعلومات اللي ممكن تعدلها عندك، تشينج باسورد معروفه، وليف ريكويست. هلا ليف ريكويست اذا انت ما بدك تطير لفتره معينه فانت بحاجه انك تقدم ليف ريكويست مشان تبلغ الناس، عشان يعني حسابك ما يتوقف، حسابك بعد 30 يوم إذا ما قدمت أي رحلة فأنت حسابك اوتوماتيكلي حيتوقف، حتضطر تتواصل معنا مرة ثانية لنرجع نفعل لك اياه. لازم تقدم ليف ريكويست في حال أنت عارفان حالك حتكون مشغول لمدة 30 يوم أو أكثر، وعادي جدا بس اللي رجعت انتهيت من انشغالاتك مهما كانت بترجع بتقدم إنك تعمل كونتينيو معنا والموضوع سهل كثير. خلينا نروح على بوك أوف لايت، بوك أوف لايت. هلا بوك أوف لايت هو شيء عبارة عن جدول الرحلات اللي بتقوم فيها السورية كطيران حقيقي، طبعا منفذ مثله تماما جدول هو موجود عندنا بيسمح لك انك انت تحجز الرحلات. هلا ممكن تحجزها من هون، انا بفضل حجزها يكون من عن طريق لما تفوت على اوبريشن بتفوت على بوك اوف بوك اوف لايت. هون حتلاقي انت هلا هون تختار الايرلاين تبعك اللي هو سيريان اير، طبعا فيك تختار الثانيين، نوع الطياره اللي حطير عليها، انا حطير مثلا على ايرباص 320. هلا سيلكت ديبارتشر اير فيلد، تختار مطار الاقلاع تبعك. لنفرض نحن بننفذ رحله مثلا من دمشق للاذقيه مثلا، فحتاخذ مطار دمشق اللي هو مصر السياره دلتا انديا، وبتقول له الاير فيلد تبع الوصول هو يكون اللاذقيه، مجرد بتكبس حرف او بس بينزلك على مجموعه الحرف او، حتاخذ اوسكار سيارة ليما كيلو هاي اللاذقيه. تمام، بس اللي اذا دخلت المعلومات اللي بدك اياها سيرش فور فلايت حيلاقي لك كم رحله موجوده من دمشق للاذقيه، عندك هون مجموع خمس رحلات، كل رحله برقم معين 201 501 515 الى اخره، تحت حتلاقي انت توقيت الاقلاع وتوقيت الهبوط، هذا شيء ما لازم ما انك مضطر تلتزم فيه، انت هذا عم يعطيك الرحله الحقيقيه بالطيران السوري ايمت توقيتها. الاكويبمنت اللي هي الطياره 320 وهي رمزها، المسافه هي 122.8 نوتيكال مايل، ايام اللي فيك تطير فيها، طبعا برجع بقول لك هذا شيء افتراضي، ماندي تيوزداي وينزداي الى اخره. الروت تبعك هذا شيء مهم كثير انت حتحتاجه لتدخله عندك، بدل ما تدخل وتدور على الروت، الروت موجود هون جاهز. هلا النوتس الموجوده عندك هون هي عباره عن كثير شغلات ممكن تلزمك بالنسبه لطيرانك، حتعطيك السيتز والستارز وهالمواضيع هي كلها موجوده عندك بالنوتس. في عندك على اليمين هون في عندك فيو ديتيلز، اذا كبست عليها حتلاقي التفاصيل الموجوده كلياتها. لو رجعت حتلاقي البايلوت بريف. البايلوت بريف هو عباره عن كل شيء ممكن تحتاجه انت لتعمل بريف كامل برحلتك، كل معلومات ممكن تعلق فيها رحلتك هون موجوده.
واخر شيء عندك حتلاقي ما بعرف ليش تنح معي. طيب اخر شيء لما تعتمد على الرحله اللي بدك تحجزها بتكبس اد تو بيد، بس كبست اد تو بيد بيطلع عندك انه بيد ادد، هذا الشيء معناته انه رحلتك انحجزت. تمام. هلا انت اذا رحت على البايلوت سنتر مره ثانيه ونزلت على ماي فلايت بيدز هتلاقي رحلتك انضافت. تمام. لا، الحجز اللي عملته انت هلا رح يترابط مع برنامج ثاني اسمه برنامج الاكارس. هذا الحجز اللي عملته انت هلا يطلع موجودين بيطلع موجود بالاكارس بطريقه انا رح اشرح لك اياها بعد شوي. في حال الرحله انت ما بدك تنفذها تعمل ريموف بيد، وبالتالي بتروح الرحله من عندك، دبل كليك عليها عفوا بتروح الرحله. في شغله وفي ملاحظه مهمه كثير بدنا نشدد عليها، انك انت ما تحجز الرحله غير اذا بدك تنفذها فورا. يعني بمعنى ثاني ما تحجز الرحله وتنام عليها مثلا وتنفذها بكره خوفا انه حدا ياخذها منك، لانه بهالفتره هاي ممكن يكون في اربع خمس طيارين نفذوا الرحله قبل منك قبل ما انت تنفذها. رحله دمشق للقادية مثلا في عندك خمس رحلات موجودين فما راح تكون ازمه، لكن في بعض الرحلات في عندك رحله واحده بس منها، دمشق دبي مثلا في رحله واحده، موسكو مثلا، لندن، هدول الرحلات في رحله واحده، فما معقول انك انت تحجزها وتنام عليها لبين ما تنفذها وفي غيرك ممكن ينفذها بغيابك. فبتحجز الرحله تماما وقت اللي انت بتحتاج انك تنفذها فقط. هي كثير مهم. حكينا عن حجز الرحلات، حننتقل بعد شوي على الاكارس عشان نعرف شلون نتعامل معها. هلا الفلايت تراكر هو عباره عن صفحه بتورجيك الرحلات اللي انعملت كلياتها، مو شرط رحلاتك بس انت، الرحلات اللي انعملت لكل الطيران السوري. الانترنت اليوم يعذبني شوي. هاي الفلايت تراكر، عندك الرحلات اللي انعملت كلياتها، ما كثير بتهمك يعني، هي مجرد للاطلاع ما اكثر. بعدين عندك الستاف تيم، الستاف تيم هو عباره عن صفحه نحن رح نحدثها، حيبين عندك فيها اسماء الستاف اللي هن الاداريين الموجودين بالديفيجن السوري، باعتبار انه صار في تعديلات اخيره فهي فاضيه هلا حاليا، ما مبين فيها غير الدايركتور، لكن بعدين حتبين عندك اسماء الناس كلياتها، علاقات عامه، ستاف، اوبريشن الى اخره. اديت بروفايل واضحه، بتدخل بتعدل البروفايل تبعك مره ثانيه، تشينج باسورد كمان واضحه. هلا بايلوت، البايلوتس هي عباره عن جدول باسماء الطيارين الموجودين بالديفيجن السوري معنا، حتلاقيهم كلياتهم موجودين مع رتبهم، حتلاقيهم مع طبعا حسب الهب انهم موزعين، هذا مطار حلب، هذول الناس الطيارين المسجلين بمطار دمشق كمان موجودين قدامك كلياتهم، حتلاقي انت هون رقم الطيار عضويته بالفيرتشوال السوري، اسمه، العلم جنب منه حيكون عباره عن دوله، الدوله المتواجد فيها هو، هي الشارة البادج تبعيته، حيلاقي عندك كم رحله عامل، كم ساعه طيران، وحتلاقي حالته حاليا هو اونلاين ولا اوفلاين. ما كثير كمان شيء مهم بالنسبه للبايلوت. هلا اللايف ماب هو عباره عن خريطه بتورجيك مثل ما حكينا من شوي، نفسها موجود نسخه منها بالصفحه الرئيسيه، مين الناس اللي عم تطير الى اخره. هلا التوبس، التوبس في عندك توب 10 بايلوتس، توب 10 لاندنجز، اذا فتت على اللاندنجز مثلا بتشوف اقل، طبعا كل ما جبت اقل لاندنج ريت، طبعا ما فيك تجيب صفر، بدك تجيب ناقص واحد وانت طالع باتجاه الماينس طبعا. فكل ما جبت اقل باتجاه الصفر كل ما كان اخذت اول 10 الاوائل، مثل عندك مثلا الكابتن جمال نديم هون جايب ماينس 1، هي تاريخ الرحله. طبعا في شباب جايبين من ماينس 3 وانت طالع. هاي التوب 10. هلا التوب 10 بايلوتس حيورجيك تيار الرحلات المنفذه بهذا الشهر، طبعا اول تايم جريتس، دول الناس اللي على طريق يعني اكثر ناس طارت معانا، اكثر ناس نفذت رحلات معانا، فهتلاقي انه اكثر رقم واحد مثلا كابتن جمال جايب 1053 رحله، بينما بالنسبه للساعات الكابتن ناصر جايب 2195 الى اخره. هاي التسجيل للفيرتشوال من وقت ما بلش. تحت حتلاقي تبع هذا الشهر، تلاقي انت انه اكثر ساعات نفذت هذا الشهر الكابتن سامر زرقا مثلا، اكثر ساعات لسامر مثلا، اكثر اميال كمان لسامر. هلا هون فيك ترجع للريكورد تبع البايلوتس اوف ذا مانث لسنين كلها، تحت تلاقيهم كلهم موجودين مسجلين ابتداء من جون 2010 وانت ماشي. هاي كثير بتهمك اذا انت حابب تنفذ رحلات كثير تطلع طيار الشهر،
ففيك تعمل تراك وتتابع الموضوع من هون. مالنا بالضبط كونتاكت اس هو عبارة عن انك انت بتقدم بتبعت ايميل بتحط المادة تبعيتك وبتحط المسج تبعيتك وبترسلها بتوصل لنا احنا كاداريين ونعالج مشكلتك باسرع وقت. بنرجع للبايلوت سنتر نخليه مفتوح هلا حاليا. حنروح على ما يسمى بالاكارس. الاكارس انت حتلاقي رابط تنزيله تحت الفيديو ممكن تكبس عليه وتنزله. هاي الاكارس تبعك اول ما تفتحه. الاكارس تبعك اول ما تفتحه حيعطيك معلومات عنك، حيعطيك عدد ساعاتك توتال الفلايتس تبعيتك والافريج لاندنج ريت تبعك عم يكون بال 419. تمام. هلا انا لحتى الاقي الرحله تبعيتي اول شيء خلينا نحكي عن الابواب الموجوده هون بسرعه. الفلايتس هون انت لما تكون حاجز رحله بالفيرتشوال حتلاقي الفلايت تبعيتك هون. هلا بنشوف كيف اكارس ما راح تلاقيه مفعل. المابس هي المابس العالميه. التشات هي كيف تتواصل مع الناس عالميا. فيك تتواصل معهم. لاحظ انه في تشات شغال هلا بين كل شيء ناس عم تستخدم هذا البرنامج. فيك تعمل ايرلاين. الايرلاين هو الطيارين تبعوتنا فقط. والبرايفت كونفرزيشن مع حد مع بايلوت معين انت بتحدده من ايرلاين. تمام. يعني انت ممكن تعمل هيك على اسم اليم بتكبس على اسمه للشخص بيطلع لك محادثه خاصه بينك وبينه. البريميوم هي نسخه اكثر فعاليه من هذا الاكارس. فيك تشتريها بمصاري طبعا. بتعطيك كثير خيارات موجوده ليك موجوده هون مثل موبايل ابس مثلا وتقارير الجو الى اخره. بس لكن هذا شيء خيارات شخصيه تابعة لك. حابب تشتري تشتري لحالك. السيتنجز الموجوده عندك هون البايلوت سنتر تبعك انت فيك تحددها. انت البايلوت سنتر خليها دائما هي لانه هذا اللي هو يبين عندك. عندك انت كيف بدك الفيجرز او الارقام تطلع عندك. فيك تختارها مثلا بالقدم او بالمتر. فيك تختار السرعه بالنوتس او بالمايل بير اور. فيك تختار الاوزان الموجوده عندك بالكيلو او بالباوند. تمام. في عندك هون انت اللوكال التوقيت اللي بدك اياه وحيكون توقيتك المحلي ما بدك اياه جرينتش طبعا. طريقه عرض التوقيت 12 ساعه ولا 24 ساعه هذا خيار لك. لانه بتختار القاره اللي انت فيها عشان تعرف الماب تبعيتك الريجن تبعيتك انت في اسيا طبعا. لوجين اوتوماتيكلي خليها دائما مفعله مشان ما تضطر تدخل الباسورد تبعك كل مره. هلا ريتيرن تو فلايت بيج افتر بيدنج هذا الشيء ما مفعل حاليا هون لانه ما فيك تحجز رحلتك عن طريق الاكارس بتحجزها هنيك بالفيرتشوال. كونفيرم اكزيت هي مشان اذا بالغلط كرستها ما تتسكر فورا حيطلب منك انه ار يو شور. نوع من خيار السلامه اكثر. هلا بلاي راديو ات لانش. هلا في شغله هون عندك تحت في راديو ملحق معنا انت لو كبست عليه هو إذاعة اسمها جيت ستريم. هي إذاعة بتهتم ب هي إذاعة بتهتم بموضوع الطيران والمواضيع بتحط لك أغاني فممكن تستمتع فيها أثناء طيرانك. ممكن تحضر تسمع كتير شغلات مفيدة لإلك بالطيران بس هي طبعا بالإنجليزي حصرا. أنا دائما بخليها موجودة على فكرة ممتعة جدا. Play pause radio with Perbraz. هلا ليك هلا هي موجوده حلوه كثير باعتبار انه هون هذا الفيرتشوال ملحق فيه اصوات الكرو السوري. فانت لما بتبلش اجراءات تبعيتك مثل الفلايت بريبريشن مثلا الكوكبيت بريبريشن هالشغلات هي حتلاقي انه في تفاعل مع المضيفين مع الركاب طبعا. الراديو واذا كان شغال وطلع صوت المضيف هو بيعمل بوز للراديو بوقف الراديو برجع بيشتغل بخليه ما في مشكله. تمام. هلا بتفوت على تشات حكينا عنه ممكن يعمل لك فلاش اضاءه في حال اجتك اي رساله. ساوندز انت هون بتحط تاخذ هذا الخيار بلاي فلايت اتندنت اناونسمنت اللي هي الطيران السوري بيعطيك اناونسمنت على 10000 فيت وبيعطيك اناونسمنت على 18000 فيت انا بخليهم. جلوبال مسج وايرلاين مسج دول اذا في حال صار في مسجات بيجيك صوت برأيي تشيله لأنه بشكل الناس بشكل دائم الناس عم تتواصل مع بعضها فممكن يكون مزعج. خلي بس البرايفت مسج. تمام. هلا بنرجع على الفيرتشوال بنعمل حجز لرحله مثل ما حكينا بوك اوف فلايت. حتاخذ السيريان اير حتاخذ ال 320 حتاخذ مطار دمشق حتاخذ مطار لنفرض حلب مثلا او حلب نقول. تمام. حطيت المعلومات حس عن رحله لقيتها مثل ما حكينا من شوي. لاحظ انه من دمشق لحلب في عندك رحله واحده بس. هلا بتعمل لها اد تو بيد بيقول لك بيد ادد. تمام. هلا اذا فتت على البايلوت سنتر وفتت على ماي فلايت بيدز
حتلاقي ومن هون فيك تغير دبل كليك اذا بدك، لقيت الرحله انت 121. طبعا الحرف بالاخر ما في داعي تضيفه انت برحلتك، لكن هو موجود للتمييز بس ما اكثر. هلا لو فتت انا على فلايتس هلاقيها فاضيه، بس انا فعليا انا حاجز رحله، فانا بعمل ريفرش هلاقيها. تمام. في ملاحظه صغيره وكثير مهمه، الاكرس مش حيشتغل اذا انت مانك مشغل، اذا انت مانك مشغل المحاكي اساسا الاكرس ما راح يعمل كونكت. انا مشغل الرحله ومشغل كل شيء، فلذلك الاكرس اشتغل. بضغط عليها حلاقي هون تحت تفاصيل خاصه ديبارشر تايم، الارايفل تايم، توقيت الرحله، الديستنس قديش 170 نوتيكال مايل، ونوعيه الطياره. هلا لما انا بعتمد اني انا اطلع الرحله بكبس فلاي، هي اول حركه. فلاي بتعطيك الكول ساين تبعك اللي هو بتسجله عندك اللي هو سيرين اير 121، بتعطيك التفاصيل الاقلاع والهبوط، الساعات، الديستنس الى اخره. لاحظ هون عندك انت بتحط الارتفاع تبعك اللي بدك تطير عليه اللي هو 26000 مبدئيا هون موجود. هون عندك الروت تاخده وتنسخه مباشره مثل ما هو بالفلايت بلان، وعادي جدا وبتتابع طيرانك. فهلا ستارت ما بتكبسها غير لما انت بتكون جاهز لانك انت تفك البريك وتتحرك. تمام، مشان ما يكون في تسجيل وقت زياده عن وقت الرحله. انت ما فيك تعمل لها ستارت هلا وتبلش تبرمج، لا، بتخلص برمجه على 24 خلص بدك تنفذ الرحله، تكبس ستارت وتدخل تعمل البوش باك بقى وتتحرك. تمام. بس اعطيتها ستارت حتبلش هي تسجل لك تفاصيل. حاعطيك مثال صغير انا هون. بلش انت عندك الفلاينج ايرباص كذا، انجن 1 از اون، انجن 2 از اون، بعدين اي حركه بتعملها بتبلش تنزل لتحت عندك للنهايه. نعطيها كانسل، ضيعنا الرحله. هلا انا مشان ما تكون الرحله موجوده هون راح اعمل ريموف للبيد، لغيناها. تمام. بعد ما تخلص انت رحلتك كلياتها، انا يبدو سكرت عفوا على الخطا اللي صار. بعد ما تنفذ رحلتك وتخلص، طبعا انت حطيتها وعملت لها فلاي، طرت للرحله. تمام. اعطيتها ستارت. هلا بس اللي خلصت انت هون رحلتك كلياتها وهبطت على 24 وحطيت الباركينج بريك، انتبه ما بتقدر تلغي الرحله، هتحط الباركينج بريك، خلاص هبطت صرت على الجيت. انت بتخلص تكبس عليها فينش. تمام. طبعا ما راح تشوفها انت فعاله هون لان ماني عم نفذ رحله، تكبس عليها فينش. بس اللي كبست فينش بيطلع لك هون عندك شيء اسمه فايل بي ار ايب، تكبس على الفايل وهيك بتكون انت خلصت وقدمت ريبورت الرحله تبعيتك، وبتكون هنيك موجوده على الابروفال بيندينج بانتظار انه يوافقوا عليها الاداره. كانسل. تمام. فهيك بنكون نحن هلا بعتقد غطينا كل شيء مهم بالنسبة لك، بالنسبة ل الفيرتشوال ستوري بالتعامل مع الأكارس. أي ملاحظات تانية حنبقى نجاوب عليها ونضيفها بشكل دائم. بيضل بس عندك إنه أنا عندك هون إشارة الفيسبوك بتاعتك على صفحتنا على الفيسبوك، وعندك هون بتاعتك على قناتنا على اليوتيوب اللي فيها هي الفيديوهات كلياتها، بالإضافة لفيديوهات تانية حتنضاف قريبا إن شاء الله. بظن هيك نكون غطينا كل شيء لازمنا بموضوع الأكرس وموضوع الفيرتشوال السوري. بتمنى أن تكونوا حصلتوا الفائدة اللي مطلوبة، وجاهزين لاستفساراتكم دائما. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.